وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين هم خير القرون، الذين هم خير القرون، كما قال صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه. قال الراوي: لا أدري ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، يعني تكون أربعة قرون. القرون يسمونها القرون المفضلة، يسمونها القرون المفضلة لهذا الحديث. وخير هذه القرون هو قرن الصحابة رضي الله عنهم.